إن سمحت مولانا فضيلة الشيخ أعلم. نختم بهذا السؤال. يقول مشاهد، يقول رجل له زوجتان يضحي دائما في بيت الجديدة، فهل للزوجة الأولى حق الاعتراض؟ بلا شك تعترض. ربنا جل وعلا أمر بالعدل حتى في هذا. نعم، أما يعني العدل غير مقدور عليه في ماذا؟ في الحب، وهو عمل قلبي، وكذلك في اتيان المرأة، لأن هذا أيضا تابع للمحبة، هذا غير مطلوب. أما في المبيت وفي الإنفاق وفي الإحسان إليهما لا بد من العدل، والله أعلم، ونسأل الله أن يعيننا عليه. آمين. بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي جمعتنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن أحمد الكردي. بارك الله فيكم وفي علمكم، وشكر الله لكم. تقبل منا. آمين وإياكم. والشكر لكم موصول مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وهذه تحية مني ومن كافة الزملاء، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.